ايوه حسام. يا دكتور اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك لينا. الحمد لله شكرا يا عم حسام. انا عارف اني مقصر في حضور ماده حضرتك، بس انا معتمد على حضرتك زي ما اتفقنا انك هتساعدني. انا وعدتك واتفقت معاك. يعني خلاص اعتبر نفسي نجحت؟ لو عملت اللي قلت لك عليه هتنجح، يعني انت بقى وشطارتك في الحل. طيب تحب اقابل حضرتك فين؟ اهو تعرفني هذاكر ايه. اه وبالمره حاجه حضرتك معايا وعايز اديها لك. قابلني بكره في مكتبي وبهات معاك الحاجه. ده صوتي فعلا والمكالمه دي حصلت، بس ممكن اي حد فيكم كده يقول لي كلمه واحده واضحه وصريحه ان انا ببيع امتحان؟ ده كان طالب عندي، كان عنده ظروف منعته ان هو يحضر المحاضرات وطلب مني المساعده، وانا وافقت وساعدته وقابلته وكنت بذاكر له، بحاول ألم له المنهج عشان يعرف يخش الامتحان ويحل. طب وايه حاجتك اللي معاه يا دكتور؟ اولا تقوم تقف وانت بتكلمني، ثانيا اسمها حاجه حضرتك. الحاجات دي عبارة عن ورق وملخصات كنت مديها له علشان يلم بيها المنهج بسرعة. وحضرتك بقى تعمل كده مع كل الطلبة؟ ما اعتقدش حد فيكم احتاجني في حاجة وطلب مساعدتي وانا اتأخرت عليه. طب ما تعتبرنا زي يا دكتور وتقول المهم اللي هيجي في الامتحان كلنا تحت امرك. ده انت ناقص رباية بقى وانا اللي هربيك. انت اتجننت؟ اوعى تكلمني كده. اتجننت يعني ايه يا دكتور؟ انت عايزني اسمع اهانتي من طالب عندي واسكت؟ دكتور حميد تصرفك كان غلط، المشكله اللي حصلت دي ومن قبلها مشكله الطالب اللي سجل لك وسط اداره الجامعه عشان هم اللي حبيتوا فيهم، وفي قرار بوقفك مؤقتا. انا اسف يا دكتور، اكرم لي اللي انا اقدم استقالتي ولا نتحط في موضع اتهام ولا يتشكك في نزاهتي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.